حياكم الله أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات والسرور والصحة والعافية، حفظكم الله من كل مكروه من هذا الوباء اللي منتشر في كل مكان في العالم، وأيضا من هذه البردة اللي قامت تضرب الناس في الصدر وحياطة وصوت الصدر. المهم هذه تركيبة بمقادير معينة، طبعا مقادير أنا ما أقدر أتكلم عنها، لكن سويتها بالعسل الأبيض، لأن العسل الأبيض درجة سكروز فيه زيرو، عبارة عن كركم، عبارة عن كركم، حبة سوداء، زعتر بري، ناقص زعتر البري أنواع، في زعتر البري العادي اللي نحط مع زي الزيتون وينكل، في نوع من الزعتر قوي جدا غني بالتيمول اللي هو زعتمان، مادة التيمول مادة ممتازة جدا تستخدم حتى طبيا في علاج الكحة وإلى آخره. فنحن راح نبدأ الحين الزعتمان، ما وصلنا لغاية الآن، يمكن وصلنا بكرة بعد بكرة، راح نبدأ في الخلطة ونخليها تتجانس والمقادير مضبوطة، وبعدين راح نسوي لما دي الزعتمان راح نطحن، نطلعه ونطحنه ونضبطه وننعمه ونحطه مع الخلطة، وبعدين نخليها لمدة 10 أيام تكون تتجانس مضبوط 100%. وراح استخدمها انا شخصيا يعني، خاصة في البرد، عندنا في العين برد ما شاء الله، يعني في الليل برد يفلق العظم، يعني ذكرني برد الرياض، الله يحفظ اهل الرياض ويحفظ اهل المملكة السعودية واهل الخليج اجمعين. فشغل يعني بعد ما نجيب المادة اللي ناقصة العشبة راح ايضا ندخلها داخل ونعيد خلطانه، يعني مثل تمر ثاني، يكون هذا قد تجانس وهذاك راح يتجانس معاه، يعني هذه القدر راح يتغطى. طبعا الماكينة تلف بدرجة مثل ما تشوفون بارد، والصحن بارد ما شاء الله، ما في حرارة، شدة الحرارة إذا كان دورانها 360 درجة لا غلط، هذه 360 درجة تولد حرارة تقتل الانزيمات في أي العسل، لكن هذه الطريقة طريقة جميلة وسلسة من المطبخ. كيف انتزت؟ بسرعة، سريع الانتزاز العسل هذا، مفيد جدا للقلب، مفيد جدا للشرايين، مفيد جدا للقوة الجنسية، مفيد جدا لقوة البدن، مفيد جدا للجروح اللي داخل المعدة، إذا في جروح في المعدة في القولون يبريها بإذن الله تعالى، وهذا عن تجربة، مش كلام مخبري أو بحوث، عن تجربة في ناس كان عندهم نزيف وعندهم مشاكل، الحمد لله رب العالمين. حتى الإيه جريد رائع جدا للأمراض زي الكحة وزي كذا، بعد مش سهل الإيه جريد، بس الإيه جريد لأن سعره غالي استخدمنا العسل هذا. يعني كنا نحن نبيع أول 700، لكن أصبح نادر يعني، فرفعنا سعر إلى 1000 دولار من الجريد من الشفاية 50 كيلو. هذا راح يكون سعر متواضع يعني 300 درهم، 350 لا كثير. لأن في 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 تركيبة عشبية، يعني في ابتكار يعني تركيبة عشبية لعلاج طبيعي جدا للكحة والسعال، هذا اللي فيه مثل الخنجر تضرب في ظهرك، سميها الحياطة يعني، يعني ما تخليك تنفس، فهذه الطريقة. سلامتكم، حبيت بس تشوفوه خلاص امتزج بالكامل محمد، يكفي او خلي شوية، اعطي 5 دقائق 10 دقائق وبعدين خلاص اغطيها بالبلاستيك
هات شوية ندوبي. شوف كيف امسكها حبة الكرم. ما شاء الله روعة. هي انا ما بتريها صراحة. اخذ لي منها شوية لو ربع كيلو. زعتر طعمه رهيب البرزنجي. وكيف عاد لما يزعي ثمان فيها مع التيمون راح يكون حار يعني. حس الحرارة فيه لكنه شفا. بعدين افضل من الكيماويات والكلام الفارغ. هذه كلها يعني طب شعبي وأعشاب برية مذكورة في كتب ابن سينا والقدماء من الأطباء العرب كثيرين يعني من العلماء ذكروا يعني عندنا مخطوطات قديمة يعني الأندلس مثل أحب القراءة في علم الأعشاب. كذلك في بعض الأدوية تحتاج إلى رقية معينة يعني آيات معينة تقرأ عليها شفاء مرض معين. الحمد لله هذا كله عندنا الحمد لله رب العالمين. هذا نحن بعد شيء وارثينه من أجدادنا. أجدادنا كانوا أهل الرقية وحتى المينون يمقرون عليه يثور صاحي. وهذا السيف وضيف يعني جامعينها كلها دين وكرم وشجاعة. والريال منهم ما يقبض 100 ريال يوم تحق بعينها. قبلوا تحياتي أخوكم محمد الحمدان بقبي المنصوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤسسة أنوار المدينة العسل نحن المنتجات. إن شاء الله أحبتي الكرام شوفوا كيف تجانست. مدام ذكرنا الأجداد أنا شاعر خلنا نسمعكم أبيات. أظن إذا أنا ما خانتني ذاكرة الحياة بن دعفوس يقول مناصير على العاليات سيل. مناصير على العاليات سيل ونار الحرب نعطيها وقود. الله يرحمه يسكن الجنة. والحياة يدي الله يرحمه محمد بن ناصر وقبي. ويعتبر شيخ قبائل يعني عشائر المناصير كاملة. يعتبر ذا تشيف اوف المنصوري فاملي ذكر الحاكم البريطاني القبائل المناصير كلها عشائرها كلها تحت شيخهم هو الله يرحمه. المهم يقول والله اننا نلحق الجيش ونماري ونعشي اللي عيوزه ما يعشيها الله يرحمه. قصيده طويله هي بس ما اتذكر منها الابيات هاي. والله اننا نلحق الجيش ونماري ونعشي اللي عيوزه ما يعشيها الله يرحمهم اجمعين. فهم هالشجاعة وهالكرم وهالطيب وهالأخلاق وخوال لنا أيام. وقصة مشهورة لزايد ويا ميثة بن سالمين الله يرحمها ويرحم زايد الأول. وحياة خليفة من زايد بعد خذ منه أخذ منا بعد أخذ شيخ شيخة الله يذكرهم بالخير ويرحم اللي مات ويحفظ النهيان. وهم عزيبنا من الله خلقنا يعني مناصير والنهيان مثل سواد العين وبيضها. ويدي الله يرحم لهم عزة كبيرة عند الشيخ زايد الله يرحمه. لكن المنية توفى الله يرحمه وكان أبوي وعمي صغار. بعدين أبويا رباه الشيخ زايد العيال الصغار تربوا عند الشيخ زايد. وعمي دخل العسكرية الله يرحم حياة ناصر أبوي. أبويا عند الشيخ سلامة تربى عند الشيخ زايد وعند الشيخ سلامة أم الشيخ زايد. ويوم يتغيبون على الشيوخ شرد عند الشيخ سلامة يندس والشيخ سلامة ترفقه ويطيحها زايد الله يذكر زايد بالخير. منو أحسن منو مثل زايد في الدنيا ما لا عوض. لكن عوضنا فيه إن شاء الله الشيخ خليفة بن زايد وعوضنا فيه أبو خالد الله يطول عمره ويبقيه ويسلمها لنا يا رب ويسلمها للإمارات عز الإمارات وسندها يا رب يحفظه حياكم الله.